فضل لو عايز تمشي انت امشي، انا قدامي شويه كده وهتحرك. سلمى كده شكلها خلعت من بره بره. روح انت عشان تنام بدري وتيجي الصبح بدري. يلا. واسيبك لوحدك يا استاذه؟ وده ينفع برضه؟ طول عمرك راجل يا فضل. بقولك ايه؟ عامل لك كوبايه شاي؟ يا سلام، لو عليها عودين نعناع تبقى فل. شجره نعناع لو عايز. كل ده اعمل لك معايا وتعالى نشربها مع بعض. من عين. وادي الغلايه. وادي الكوبات. ثانيه واحده اروح اقفل لك الباب عشان ما حدش يزعجك كمان. ماشي. راحت بالليل، هي ما تحرمش. هترجع ازاي بس دي؟ هترجع ازاي؟ اروح اجيبها طبعا. ماشي، هي عايزه تقلقني وخلاص. لا طبعا هروح اجيبها. ما تقلقيش. حاضر، همشي بالراحه. حاضر حاضر يا تينا. حاضر، همشي بالراحه. ماشي. لا لا، محمد، سيدنا محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. فضل لو سمحت اديني الموبايل من عندك. ايه ده يا فضل؟ ايه اللي عملته ده؟ لما انت عايزه تنسيه كانت بعت تليفون حبيبي ليه وحاطه صورته. انت اتجننت يا فضل؟ انت ازاي تكلمني كده؟ انا اللي بحبك، لا عمر ولا ابن عمك ولا اي حد في الدنيا دي هيحبك قدي. فضل ما تبهدلنيش معاك. انا لمار، انا ما استاهلش منك ده، ما استاهلش. انت تستاهل الدنيا واللي فيها. انت اتجننت يا فضل، اتجننت. بصراحة شديدة الحالة صعبة جدا، احنا لقينا عندها هبوط شديد في ضغط الدم مع سرعة في ضربات القلب، عشان كده اضطرينا ان احنا نديها صدمة كهربائية. هي قعدت 24 ساعة في العناية مركزة تحت الملاحظة. طب ما اتكلمتش؟ ما قالتش أي حاجة؟ اتفضل. للأسف ما اتكلمتش، بس واضح ان هي تعرضت لصدمة عصبية حادة. طب هي فين دلوقتي؟ كان في واحد قريبها معاها نقلها المستشفى نفسية وعصبية، ده حسب تقرير الأخصائي. اسمها ايه المستشفى دي؟ اتفضلوا معانا على الاسم عشان نقفل المحضر. هو في ايه؟ ما تتكلمي يا لمار. في يا عمر؟ مش وقت يا سلمى، قفلي وحصليني على الاسم بسرعه. طيب حاضر. افتح الباب يا مغاوي. عندي تعليمات عليا ما افتحش بعد الساعة 12. ده على اساس يعني ان احنا ساكنين في مدينة الطلبة ولا ايه؟ لا يا اختي، مدينة الانتاج الاعلاني. انا عبد مأمور يا هاني. ايه ده؟
انت هنا يا هانم؟ اتفضلي، ايه اللي موقفك؟ اتفضلي يا حبيبتي. اوامر يا اخويا ست النظرة، يا جوزي، يا سيد الرجالة. اوامر مين؟ افتح الباب يا مغاوري. يا باشا اصل الست اكتفينا قالت. ما فيش حاجة اسمها اكتفينا. انا اكتفيت بالكلام ده. افتح الباب، انا راجل البيت. افتح. حاضر يا باشا، حاضر. ونعمل مرجالي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. قال اكتفينا قال. اكمل اول. مش انت يا اخويا اللي كنت تاخد الصواب ده؟ ما انا هرب. يا زفت يا مغاوري، انا مش قلت لك الباب ده ما يتفتحش؟ انا كمان قلت له مش شايف شغله كويس، بس ما فتحش لحد غريب. تنسيش انها مراتي. والله مراتك يا عمي يوم ما تعرف تحكمها. مالك يا شاب شد عروقك علينا قوي كده ليه؟ ما تخفي حبه، لا يطقلك عرق، محدش يعرف يلم. لا يا حبيبتي، انا اعرف الم اللي عايز يتلم كويس قوي يا حلوه. الحلو يا اختي مترصص عند الحلواني، ولو لازمك مقرمش اخطف لك حته من الطرف. يا ده انت طعم يا بتاع الكنافه. اخسع الرجاله خواننا خيت، مش دي اللي ما كنتش عارف لها طريق من الصبح؟ ايوه صحيح، كنت فين يا غزال من الصبح؟ ده كلام خصوصي، ما ينفعش يا حبيبي يتقال على الملأ كده، لينا اربع حيطان يداروك. وعلى رأي الماسك جوزي وانا حر فيك، جوزي اغسل وكوي. تعالي اغسليني وكويني. ابنك طفش منك من شويه. الفساد بقى عامل زي الوباء، بينهش في البلد ومحدش بيتكلم، وكل ده على حساب جثث الغلابة. كله بيلهط من على وش الفتة. يا جماعة من الآخر، وقفتنا بكرة لازم تتعرض وتتصور. من الآخر عايزها فوضى. فهمتوا؟ عايز افهم انت ازاي ما بتخافش؟ ازاي قادر تقولي الكلام ده؟ ما تسيبك بقى من الكلام ده، وخلينا مركزين في اللحظه اللطيفه اللي احنا عايشينها دي. ده انا بقالي شهور بتمناها. خدي. انت عارف انا ما بشربش الحاجات دي. براحتك، انا عايز ابسطك زي ما انا مبسوط. على فكره بابي عنده مشاكل كتير قوي بسبب مقالاته والكلام اللي بيكتبه. لا ابوكي ده قصه تانيه خالص، ده راجل بيلعبها صح، عارف يستفيد من كل الجهات. هو انت ازاي بتتكلم عن بابي كده؟ بقولك ايه، ما تزعليش مني، انا صريح. انا رايي ان المعارضه الهشه عامله زي الحاكم الفاسد بالظبط، عامله زي السوس بياكل في البلد لحد ما وصلها للي هي فيه. يكفي انه بيحط ايده في ايد ناس عكس فكره تماما، وكل ده ليه؟ عشان يكسب اصواته في الانتخابات، صح؟ كلها مصالح تتصالح. أنا ماشية، مش عايزة أشوف وشك تاني. ماشي؟ We'll be right back.
انتي بتعملي ايه؟ ماليش دعوه، سيبيني في حالي واطلعي بره. اسيبك ده ايه؟ انتي بتعملي كده في نفسك كده ليه؟ قلت مالكيش دعوه، انا مش عايزه اشوف حد، اطلعي بره. مالك فيكي ايه؟ ما انا لازم افهم. مجنونه، مجنونه زي ما انتي قلتي. بصي وديني مستشفى امراض العقليه وارتاحي مني، مش ده اللي انت عايزه توصلي له؟ انت فعلا ما بقتيش طبيعيه. وايه اللي بقى طبيعي؟ ايه اللي بقى طبيعي؟ كلكم كدابين. في ايه؟ مالك؟ كلكم بتضحكوا على بعض. حسبي، سيبيني مجنونه، عايزه اشوف حد. انت مجنونه؟ بره بقى. قدرت ان هي تسامح الواد، ما رضيتش تحبسه ولا تبهدله ولا توديه في داهيه. قعدت افكر اللي بيحصل لي، قلت اكيد ده ذنبي ودي ذنوبي وربنا بيخلصها فيها. اوعى تقول كده، ده ربنا مفيش احن منه علينا، ورحمته سابقه قضاء. ربع حمولك على ربنا. بقول لك ايه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى كلك لقمة، ده انت من صباحية ربنا على لحم بطنك. مش هينفع يا حبيبتي، مش هينفع. نقعد هنا جنبها عشان لو صحيت واحتاجت حاجة. خلاص يبقى هجيب لك الأكل هنا. لا أنا والله مالية نفسي. ما ينفعش يا عمر، ما ينفعش تقع من طولك، واحنا كلنا حواليك، تسندنا يا حبيبي، كلنا متشعلقين في رقبتك. ربنا يخليك لينا. ما تخافش، هعمل لك لقمة خفيفة كده عشان خاطري. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. أنا قلت برضو اجي اطمن عليك بنفسي. شفتي بقى اخرة العين دي ايه؟ شفتي وصلنا لفين؟ كان عليكي بايه بس من ده كله؟ غازي ملوش لازمه الكلام ده يا اخي، احنا جايين نطمن على الدكتوره، ده عيش ومالها برضه. مالك يا حبيبتي؟ انت خايفه من ايه؟ مش معنى ان انتوا اتطلقتوا ان الراجل هيسيبك، لا ده برضه ابن اصل، وبيتهيألي كان في بينك وبين بعض عشره، مش كده ولا ايه؟ يا ريت بس نكون عقلنا وعرفنا مصلحتنا. ايش قلبك اسود يا غازي؟ بنوته ايه؟ زي الفول اللي قدامك اهي، ومش هتنطق بولا كلمة، يا بس ربنا يقويها اللي هي فيه ويقومها بالسلامة، وبعد كده يحلها ألف حلال. ولا إيه يا ست العرايس؟ أمين يا رب. أفهم من كده إنك موافقة؟ مش عارفة يا عمر، أنا بصراحة محتارة. يعني يا تينا ده أصغر منك وكمان متجوز. ما هو أنا ما سمعتلوش غير بعد ما عرفت إنه طلقها وكده. يعني وظهر منك دي عادي؟ ها خدي بالك، ده ما كملش كام شهر جواز وصفوة ما فيهاش عيب. أيوة يا عمر، بس هما ما اتفقوش مع بعض، وهو قال لي. وبعدين
هو بيحبني. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا مش داخل دماغي الكلام ده. ليه يا عمر؟ أختك ما تستاهلش إنها تتحب. لا يا حبيبتي أنا ما أقصدش كده خالص. أنت تستاهلي طبعا تتحبي دي. أنا أقصد تستاهلي جوازة أحسن من كده مليون مرة. بس إحنا مش هنضحك على بعض يا عمر. أنا العمر بقى بيجري بيا خلاص. وأنت عارف إن أختك ما بتخلفش. يعني أنا ست معيومة. أوعي أسمعك تقولي الكلام ده تاني. بصي لي هنا، بصي لي هنا. مش حاجة تخليك تبصي في الأرض أبدا. أنت ست الستات. فاهمة؟ ست الستات. أنا أقصد يعني إن أنت هي بتقدم لك أرسان وجوازات أحسن من كده بكتير. وأنت اللي رفضتيهم. أيوة يا عمر. عشان أنا عايزة أتحب مش هتجوز. وغازي قال لك إنه بيحبك؟ آه والله العظيم قال لي إنه بيحبني. وأنتِ يبقى مفيش قدامي حل غير إني أوافق حتى لو مش مقتنع. بس الأول لازم أسأل صفو هما اتطلقوا ليه؟ معلش عشان ابقى مطمن. طبعا غلطانه، كان لازم توديه في 60 داهيه. صدقني انا خفت عليهم واخدينه. ده حتى هو بيتهجم عليا. كنت ببص له بشوف واحد يائس وعايز ينتحر. يا بنتي ده واد سافر وعايز الربايه من الاول وجديد. كفايه اللي شافه وراح لحاله بقى. امال انا حذرته يهاوب تاني مره ريحه البازار. وحياه ربنا اللي هخلي ليلته سودا. ايه يا اختي اللي انا سمعته ده؟ ده انا كان قلبي هيقف لما عرفت باللي جرى. متشكره قوي حبيبتي، ميرسي. بس لا مؤاخذه يعني انت برضك غلطانه. ما هو مفيش واحد يتجرأ على واحده بالشكل ده الا لو فتح له سكه. لو سمحتي خليكي في حالك. مين دي يا لمار؟ غزال يا روح الروح. ايه ما سمعتيش عني قبل كده؟ يا مدام غزال عايزه ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه يا حبيبتي. انا كنت جايه اقوم بالواجب واعمل الاصول. كتر خيرك يا اختي. ايه ده انت بتعملي ايه هنا يا بنت انت؟ نقول طور يقولوح لابوه. يوه ما قلنا جايين نعمل الواجب. دي مرات الغالي. يلا بت قومي من هنا. يلا بت يلا امشي من هنا. يلا بعد جزاتي اللي جاي ياخد بخاطرها بعد البهدله اللي شافتها ده اختصابي عليا. مين يا بنت اللي قالك الكلام الفاضي ده؟ دي حاجه واضحه زي الشمس. ده مكتوب على الجبين واللي ما يشوفش من القربال يبقى اعمى. وبعدين بقى وبعدين بقى انا ماسك نفسي بالعافيه. يا واش يا واش يا واش يا دكتورة انا برضك قصدي خير. انا كده كده كنت لازم امشي. اصل بصراحه قاعده زي دي تشبهني. احترمي نفسك. وانا واحده ليا سمعتي والسمعه يا حبيبتي عامله زي عود الكبريت. يا بلحه يا حلوه يا مقمعه شرفت اخواتك. يلا بيت يلا بيت يوه ما تزقش. ادي احنا بعدنا عن كل الناس. ردي عليا بقى. بقولك ايه، انا ما بحبش الاستعجال وانت مستعجل قوي. انا ما بقتش قادر ابعد عنك اكتر من كده. وبعدين الحياه اللي احنا عايشينها البهدله دي انا مش قادر عليها. انا كبرت مش قادر على بهدله الشوارع والكافيتريات. انت دوختيني. طب بقولك ايه، انا ليا شروط. اي حاجه انت تقولي عليها انا موافق عليها قبل ما اسمعها. اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طب اسمعها الاول يمكن ما تعجبكش. لا اي حاجه تقربني منك عجباني. طب بص بقى يا سيدي، انا مش هقول لك بقى انا عايزه شبكه ومهر ومؤخر والكلام البلدي ده، خصوصا ان انت عايز الموضوع يبقى في السر. يبقى لازم تعوضني. هعمل لك كل اللي يريحك. بجد بجد امورك. طب انا عايزه شقه وتفرشها لي وتكتبها لي باسمي. موافق موافق. اه وعايزك تفتح لي حساب في البنك وتحط لي في مبلغ محترم بالدولار.
بصراحة شديدة الحالة صعبة جدا، احنا لقينا عندها هبوط شديد في ضغط الدم مع سرعة في ضربات القلب، عشان كده اضطرينا ان احنا نديها صدمة كهربائية. هي قعدت 24 ساعة في العناية مركزة تحت الملاحظة. طب ما اتكلمتش، ما قالتش أي حاجة؟ اتفضل. للأسف ما اتكلمتش، بس واضح ان هي تعرضت لصدمة عصبية حادة. طب هي فين دلوقتي؟ كان في واحد قريبها معاها نقلها المستشفى نفسية وعصبية، ده حسب تقرير الأخصائي. اسمها ايه المستشفى دي؟ اتفضلوا معانا على الاسم عشان نقفل المحضر. طب في ايه؟ ما تتكلمي يا لمار. في ايه يا عمر؟ مش وقت يا سلمى، قفلي وحصلينا على الاسم بسرعه. طيب حاضر. افتح الباب يا مغاوي. عندي تعليمات عليا ما افتحش بعد الساعة 12. ده على اساس يعني ان احنا ساكنين في مدينة الطلبة ولا ايه؟ لا يا اختي، مدينة الانتاج الاعلاني. انا عبد مأمور يا هانم. ايه ده؟ انت هنا يا هانم؟ اتفضلي، ايه اللي موقفك؟ اتفضلي يا حبيبتي. اوامر يا اخويا ست النظرة، يا جوزي، يا سيد الرجالة. اوامر مين؟ افتح الباب يا مغاوري. يا باشي اصل الست اكتفينا قالت. مفيش حاجة اسمها اكتفينا. أنا اكتفيت بالكلام ده، افتح الباب، أنا راجل البيت، افتح. حاضر يا باشا، حاضر، ونعمل مرجالي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. قال اكتفينا قال. ما كمل أول، مش أنت يا أخويا اللي كنت تاخد الثواب ده؟ ما أنا يا رب. يا زفت يا مغاوري، أنا مش قلت لك الباب ده ما يتفتحش؟ أنا كمان قلت له، مش شايف شغله كويس، بس ما فتحش لحد غريب، تنسيش إنها مراتي. والله مراتك يا عمي يوم ما تعرف تحكمها. مالك يا شاب شد عروق علينا قوي كده ليه؟ ما تخفي حبه، لا يطق لك عرق، محدش يعرف يلم. لا يا حبيبتي، انا اعرف الم اللي عايز يتلم كويس قوي يا حلوه. الحلو يا اختي مترصص عند الحلواني، ولو لازمك مقرمش اخطف لك حته من الطعم. يا ده انت طعم يا بتاع الكنافه. اخسع رجاله، خوان نخيت، مش دي اللي ما كنتش عارف لها طريق من الصبح؟ ايوه صحيح، كنت فين يا غزال من الصبح؟ ده كلام خصوصي، ما ينفعش يا حبيبي يتقال على الملأ كده، لينا اربع حيطان يداروه. وعلى رأي المثل، جوزي وانا حر فيه، جوزي